رجعت البيت لقيتك مكلماني 500 مره. الدكتور قال حاجه؟ لا يا عز، الدكتور ما قالش حاجه. اقعد ارتاح. الحمد لله. كنت فين النهارده طول النهار؟ انا جاي ابشرك. خلاص انا جهزت كل حاجه علشان موضوع صاحبتك ده. اتفقت مع ناس 100 100 هيهربوها بطريقه كلها امان. مستنيين بس الوقت المناسب علشان التنفيذ. والله بجد؟ الله، مش ده اللي انت عايزاه؟ ده انا النهارده سافرت مخصوص علشان اقابل الناس دايركت كده، فيس تو فيس. طب انا عندي خبر ليك مش عارفه اقوله لك ازاي. كير، قولي لي. انجي تهربت النهارده وهي رايحه النيابه. يا نهار اسود. هو في ايه يا رحمة؟ انت كنت مكلفه ناس تانيه يعملوا الحكايه ديت؟ برضه عملت اللي في دماغك وما سمعتيش كلامي؟ ما تسعش عليا يا عز. اصيح ايه؟ طب وحياة رحمة عندي، انا دافع لهم فلوس النهارده مقدم. هرجعها ازاي دول؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم الست اللي كنا عايزين نهربها هربت من نفسها كده؟ طب يعني ايه مسلحين يهربوا انجي بس ويسيبوا الباقيين؟ فهمني انت يعني ايه يا عز؟ هقول لك انا يعني ايه؟ يعني صاحبتك دي مش سهله يا رحمة. خافي منها. تلاقي هي اللي مظبطه كل حاجه وهي في السجن. احتمال. الحمد لله انها هربت زي ما احنا عايزين، من غير ما احنا ندخل في الموضوع ولا نعرض نفسنا للخطر. انت مش كنت عايزاها تهرب عشان تدور على القاتل الحقيقي بتاعها ده؟ تلاقيها بتدور عليه دلوقتي. بس احنا لو قاتلنا فيها هنساعدها. اكيد. المهم خلينا احنا في اللي احنا فيه ونشوف الحاجات اللي عايزين نعملها. نشوف. من بكره. من بكره هشوف موضوع دار الايتام دوت. مضطربين نفسيا. المضطربين نفسيا. واخلص الموضوع واكلمك في التليفون على طول. تمام. ربنا ما يحرمنيش منك يا عز. كل ده في البنزينه؟ ده احنا لو نزلنا وخدنا تاكسي كان بقى اسرع. يا سعيد انجز انجز، الله يكرمك، ده انا واخداها سرقه من ورا امي. امي لو رجعت دلوقتي ولقيتني نازله بيها هتطين عيشتي. انا عايزه اروح لامها. حاضر حاضر، هو انا مش وعدتك؟ شاهل يا سعيد، احنا ننزل ونستناك تحت. سلام. هتوديني لما؟ اه يا حبيبتي هوديكي، قومي بس معايا بالراحة. على ايمانك على ايمانك. هتروحي لمها وتقعدي تتكلمي معاها وترجعي زي الفل. ماما، يا نهارك اسود يا هيام. برضو يا هيام كنت واخداها تروحيها على فين؟ على المصحة مش كده؟ انتي اللي رجعك دلوقتي، هو انتي مش كنتي رايحه تاخدي الجمعيه؟ ربنا يا اختي اللي رجعني، ربنا رتب كل حاجه عشان اجي امسكك قبل ما تعملي المصيبه دي، انا قلبي كان حاسس. ماما حرام عليكي بقى، شايفه منظرها عامل ازاي؟ عامل ازاي بت؟ ما هي على طول كده. اجري خشي غيري لها، انا مش حمل رحمه تيجي تطين عيشتي وعيشتك. وهي رحمه ايه اللي هيجيبها دلوقتي؟ اديكي شايفه حالتها بتتدهور كل يوم عن اليوم اللي قبله. هتبقي مبسوطه لما الست تموت قدامك وكان نفسها تشوف بنتها وانتي منعتيها؟ استغفر الله العظيم يا رب، بتلنتي انا مش ناقصاكي. يا ماما انا خلاص ضبطت ميعادنا على المصحه، نص ساعه نص ساعه والله العظيم نشوفها وننزل على طول. انا خلاص والله الواد سعيد زمانه على وصول. وكمان سعيد؟ لو مضايقك سعيد خلاص بلاش سعيد، ناخد تاكسي. بس والنبي الست تشوف بنتها. اديني واقف تحت اهو عشان تعرفي مين اللي بيتاخر. يا ست العربيه جاهزه بره، انجزي انت، وانا واقف تحت عشان اسندها معاكم. يلا خلاص. سلام. ازيك يا سعيد؟ ست رحمه ازيك؟ انا لسه معديه عليك في المحل. عيانه؟ اه كنت عايزه اسالك على حاجه. خير حضرتك؟ هو سؤال واحد. انت طبعا عارف عز لما خطف امي وداها فيه، صح؟ فين يا نجم؟ اسمك ايه؟ سعيد ايه؟ سعيد محمود عبد التواب سعيد.
15,000 ولا 20,000؟ طب افهم بس يا ست الكل. لا، ترد على سؤالي بالمظبوط والا الشيك ده هيتقطع. كان حيشها فرعونه في الوراق. انزل استناني تحت وانا هنزل لك وهاخدك ونروح على هناك وحسك عينك عايز يعرف حاجه. فديك شايف اللي بيلعب على الناحيتين بيجرى له ايه؟ انا شايفه لسه علقه عز يعني ما بردتش. خليك معايا تكسب. طمني يا ست الكل، عز ده بقى في بيني وبينه طار بايت. انزل استناني تحت. بالاذن. دي كل حاجتكم؟ طيب ثلاثة بالله العظيم، عملت كل حاجة من ورايا. أنا كنت منفذة كلامك بالحرف. ده مش رد سؤال. دي كل حاجتكم؟ أيوة، هي دي كل حاجتنا. ممكن بقى تدينا حسابنا ولا ده كمان ناوية تعاقبينا فيه؟ لا، أنا ست حقانية، الحساب حساب عندي مش أي كلام. الأرمن، أنا عايزة أتبرع بشوية حاجات، ممكن حد يجي ياخدها من عندي؟ لبس حريمي. أيوه، أنا الدكتورة رحمة. بكرة هايل الساعة 5. تمام، متشكرة جدا، مع السلامة. يا نهار أسود، أنت هتطلعينا من غير هدومنا يا ست رحمة؟ احمدي ربنا إن أنا هطلعك من غير هدومك، بس كان ممكن أطلعك بمصيبة. طب والله الحمد لله ومتشكرين جدا كمان. بس قبل ما امشي بقى في كلمتين لازم اقولهم لك. اخرسي بقى وطلعي قدامي. مالك خايفه من ايه؟ ما هي خلاص قطعت عيشنا. ايه بقى اللي مخوفك ان شاء الله؟ عرفتي تربي. قولي يا اختي الكلمتين. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وربنا باذن الله هينتقم منك عشان انت ست ظالمه بتمنعي ست مريضه انها تشوف بنتها، ورمي اختك رميه الكلاب من غير ما حد يسال فيها. بكره باذن الله هتترمي نفس الرميه ولا حد هيعبرك. امشي بره يا بنت، بره، اطلعي بره. كلبه ما بيتمرش فيكوا حاجه، ده تكون قرف. البيت مش هتقعدي هنا لوحدك، مفيش حد يخدمك لحد لما الاقي لك ناس عايزين بدل الزباله دول. قال ايه؟ اللي انا رمياها رمياها رمي بالكلام. شفتي الزباله بتوعك عملوا فيا ايه؟ انت بتعملي فيا كده ليه؟ ليه ما بتسمعيش كلامي؟ معلش ما تزعليش مني ان انا عليت صوتي عليكي، بس انت يا ماما هتجننيني. انا عايزاكي تيجي تقعدي معايا علشان مصلحتك ومصلحه مها. والله العظيم انا هوديكي المها. لا مش بس هوديكي المها، انا هجيب لك مها تعيش معانا. تعيش معانا، بس انا عندي مشكله عايزاكي تدعيلي فيها يا امي. المشكلة دي فيها رقبتي، صدقيني. هجيب لك معاها ونعيش سوا ونتعاتب ونتصافى، باسم كمان يجي يعيش معانا. بس قومي معايا دلوقتي، قومي معايا. يلا حبيبتي، يلا ربنا يهديكي. يلا يا ماما. ماما ماما
ماما ماما من فضلك عايزة عربية إسعاف واحد شارع كفر الدوار مصر الجديدة بسرعة من فضلك. نجوى الحقيني يا نجوى، ماما ما بتنطقش يا نجوى، تعالي ارجعي. قال الله. انت بتقول ايه؟ انت كذاب، دي كوم سكر. انا وديتها قبل كده المستشفى ورجعت البيت تاني وكانت كويسة جدا. شد حيلك عن اذنك. انت حسابها من غير ما تعالجها مش هتنقذها؟ روحي هاتي لي دكتور، هاتي لي دكتور ينفع. ماما انا ما تسيبنيش ابو زيد يجي والنبي، مش دلوقتي. ماما لسه ما اتكلمتش معاها في حاجة، عندي حاجات كتير أقولها لها. ماما افتحي عينيك، افتحي عينيك، وأنا والله العظيم هاخدك عندنا دلوقتي، هاخدك عندنا مش هكذب عليكي. اهدي يا ست رحمة، اهدي. أنا ما بحبش أقول لها حاجة، أنا ما بحبش أكلمها. كده حرام، حول ولا قوة إلا بالله. شلون بقى ولا اللي هيتكلم معايا؟ سيبيني تاني، سيبيني تاني يا ماما. افتحي الشبابيك يا هان وتعالي نفك لها الهدوم. يلا لا لا سيبونا لوحدنا، ما حدش يجي ناحيتنا. عايزة أكلمها. وفي ايه اللي حصل بالظبط؟ او اللي حصل حصل بقى، خليها دلوقتي ست رحمه تتبسط. حرام عليك يا ابنة، مش وقت شبات يا بنتي. وكان هيحصل ايه يعني لو وديتها تشوف بنتها؟ طب ده يعني تلاقي الست اتقهرت لما طلعتها؟ كانت يا حبيبتي معشمه نفسها تشوفها. يا بنتي اسكتي بقى، اسكتي. احنا في ايه ولا في ايه يا شيخه؟ طب بذمتك مش حصل ان ضميرك مستريح دلوقتي لما كنا هنوديها تشوف بنتها؟ سيبكم الكلام ده، هتعملوا ايه دلوقتي؟ هتتصرفوا انتوا ولا هتكلموا حد يتصرف؟ في اوراق لازم تخلص، ولازم حد يتفق مع مغسلاتيه وجامع وكل الكلام ده. حد مين يا ابني؟ هي كان ليها حد غير ولادها؟ واحد مهاجر والتانيه في المصحه، ما كانتش في غير الست رحمه، هي اللي كانت هتقوم بكل الحاجات دي. هتقوم انت سعيد تخلص الموضوع ده؟ وانا مالي انا بالليله دي؟ انا الحمد لله قوي لحد كده. يا اخي اعتبره ثواب حتى. بدي اياه مع التليفون. دي مين؟ ده مين دي؟ هاتي. الو، اه ده تليفون الدكتور. لا هي مش هتعرف ترد دلوقتي، الدكتوره في بيت والدتها في مصر الجديده، والدتها تعيش انت. لا يا فرج، لا يا اخوي،
مش معنى ان انا اسيبك في الشركه تقعد مكاني ساعتين انك تتصرف بمزاجك. يعني انت كنت عايزني اعمل ايه؟ ما انا كان لازم اقول للراجل حاجه وقتها. تساوف معاها فارق، تساوف معاها اخويا، وبعدين تبقى تكلمني وتقول لي نعمل ايه، وبعدين تتصرف، مش تتصرف من دماغك. ما انا ساعات بكلمك وانت ما بتردش، والراجل كان معايا على التليفون، وما كانش ينفع ان احنا ناجل ليفكر ان احنا بنهزر. اقول له ايه ده؟ تكلمي انت سعاد. يعني انت لو كنت مكاني ما كنتش هتعمل اللي انا عملته؟ لا، ما كنتش هعمل اللي انت عملته يا اخويا. يا غريب يا عم. يا سميدو. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله. اهدى يا عز. تعالى كمل اكلك. تعالى يا حبيبي واهدى. انت مفيش فايده فيك برضه؟ اقول لك يا سعاد، لم لسانك، انا مش ناقصك. قال ساعتين قال. مش هلم. وبعدين انا عارفه وانت عارف انت بتفكر في ايه. بقول لك يا فارق، ارضى. ارضى وبطل زن على حاجه مش هتحصل، والا هيضيع اللي معاك اصلا. انا بزن؟ عندك حق، ما انت مش دريانه ايه اللي بيحصل هناك في الشركه اصلا، ولا تعرفي اي حاجه. ايه الموال ده؟ هنعيد ونزيد ونعيد ونزيد فيه؟ لا ستي، لا هنعيد ولا هنزيد، انت عندك حق. خلاص كده خلصنا؟ ممكن ندفع اللقمه بقى؟ برضك انت حر. لا تقرف. تعالى يا عز، رايح فين؟ يا عز يا حبيبي تعالى كل. عز. كويس لعليكي ولا عليها؟ افتحي رحمة، افتحي. لو ما فتحتيش يا رحمة أنا هكسر الباب. هبقى كويسة، هبقى كويسة والله العظيم. فيك ايه؟ بس
الصغير انت لسه على الكلام ده؟ معلش بقى حقك عليا. لا عادي قادر احس. تحسي ايه انت هتكدبي؟ لا بيبي لو انت معايا مش مركز وسرحان بص في السقف بيبان. معلش بقى شوية مشاكل. مشاكل؟ تضحك على نفسك؟ انت بتحب عفريتة انت قوي. اه تقدر تقول كده. بس لو الموضوع ده بجد تثبت فيها بإيدك وسنانك. تكلمنيش تاني. تكلمش حد غيرها. انت مستبيعة بقى. انا هتبسط لك. وحد لاقي حد يقعد يحبه ويفكر فيه ما يبصش لحد غيره دي احلى حاجه في الدنيا. يعني ايه احنا كده خلاص خلصت؟ صدقني ده احسن لك احسن لي احسن لها هي كمان. يلا باي جود لك. انت عارف ان انا ممكن اوديك في داهيه دلوقتي؟ يعني ايه تدي الاجندات دي لاي حد من غير ما تقولي؟ اي حد معدي كده تدي له اي داتا هو عايزها؟ ولو دي حاجات الدكتور يعني حاجات خاصه جدا ودي جهه مش رسميه. انت متخلف يا معتمد؟ يعني دي قضيه وحاجات ممكن الناس تستغلها بشكل مش كويس وغير كده دي خصوصيات ناس. يعني تجيلي الاول قبل ما تتصرف في اي حاجه. اقفل يا معتمد بجد عشان مش عايزه اتعصب عليك اكتر من كده. غباء. عمر ازيك عامل ايه؟ طب الحمد لله. معلش يا امل والله انا اسف ما عرفتش اجي معاكي التحقيق. هو حصل جديد؟ لا كل حاجه وقفت. انت ما عرفتش اللي حصل؟ لا 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 سمعت طبعا. انا مش يعني مش قادر استوعب لحد دلوقتي. انا بجد الموضوع ده بقى بيتعبني. يعني تطلع انجي ما تطلعش انجي هي مش فارقه. جلال كده كده راح ومش راجع تاني. ازاي يعني بتقولي الكلام ده يا امل؟ اكيد هتفرق طبعا. وهي مين انجي دي اصلا؟ وليه كل الناس بتقول ان هي ما تعملهاش رغم ان كل حاجه بتدينها ورغم انها هربت؟ طب بص يا امل بصراحه يعني انا مش مكلمك عشان نقعد نحكي عن انجي. يبقى كده عايز تسال على موضوع السيديهات. عامه ما فيش حاجه جديده حصلت. لا 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 سيديهات ايه؟ لا لا خالص بالعكس. امال يا مامتك كويسة؟ الحمد لله. طب الحمد لله. بس انا بصراحة برضو مش مكلمك عشان اطمن على مامتك يعني. طب انا هجيلك بقى في الدغري واكلمك بصراحة يعني. انا بصراحة مش عارف يعني. وانت مش الاي كيو بتاعك عالي وبتلقطيها وهي طايرة؟ عمر انت عايز ايه؟ والله ابدا يعني انا لقيت نفسي تايه بس كده مش فاهم حاجه فقلت اكلمك يمكن تساعديني. طب احكي لي شويه عشان اعرف اساعدك. احكي لك. طب بصي بقى يعني هو ساعات الواحد كده بيبقى قاعد لوحده زهقان ملان يقعد يقلب في تليفونه يثبت عند اسم معين كده بقى ويقعد يفكر
يكلمه ما يكلموش، يكلمه ما يكلموش، وبيكلمه في الآخر. هو ده يبقى اسمه ايه؟ لا ده في كده مشكلة بجد. مهروشة انت وراكي بكرة الصبح. مساء الخير يا دينا. دينا قول ماما عاملة ايه؟ كمان بتساعد على ماما؟ احنا كتير عليا. انت عارف بقالي قد ايه قاعده مستنياك، حضرت كل حاجه، كلمت سولي وما رضيتش اكلمك في التليفون عشان لما تيجي تبقى مفاجاه. هي من جهة مفاجأة فهي مفاجأة، بس ليه؟ يعني بحاول اعتذر لك بس بطريقة تانية. تعتذري علي؟ على كل حاجة. أيام اللي فاتت كانت وحشة أوي، أوحش فترة عشناها في حياتنا. أنا وأنت غلطنا في بعض، وقلنا كلام ما كانش المفروض إن إحنا نقوله. مش عارفة إيه اللي وصلنا لكده. انت حسيتي ده كله فجأة؟ لا طبعا، بس كل ما كنت باجي اعتذر لك كانت بتحصل حاجة تعطلني. فاكر يا احمد اول ما اتجوزنا؟ فاكر الايام دي؟ نفسي ترجع تاني، نفسي نرمي كل حاجة فاتت ونبدأ من جديد. ممكن أيام ما كنت لسه راجل في نظرك مش كده؟ كلمة واتقالت في ظروف وانت عارفها كويس. أعمل لك إيه يرضيك عشان تنسى؟ خلاص بقى، أنا بشبك أسود. حاضر يا دينا، ابتدي من جديد. Encore un peu de toi.
انا هعمل لك اكل حلو قوي، هقوم احضر لك العشاء بس يا رب يعجبك. يا ناس يا مخدوع عين، يا ناس يا مخدوع عين، بضحكة في العينين حسبوا وشوش وحوش بي.